بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الخلق وإمام المرسلين. ثم أما بعد، أبناء الكرام الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع يوم جديد من أيام الله عز وجل أدام الله عليكم فيه نعمة الصحة والعافية، وهداكم إلى كل رشد، ووفقكم إلى كل خير، ونفع بكم بلدكم، وكنتم لبلدكم صمام أمن وأمان، حققتم أحلامكم وأمانيكم في مستقبلكم. أبناء الكرام، ومع درس في اللغة العربية، وهو الدرس الرابع في الأسر للشاعر أبي فراس الحمداني للصف الحادي عشر، الحصة الثالثة: الفهم والاستيعاب والثروة اللغوية. وقبل أن نقوم بدراسة الأهداف المرتبطة بهذه الأبيات، نقوم أولا بقراءة هذه الأبيات، فركزوا معي أيها الأبناء في الكلمات التي وردت في الأبيات التي أمامكم الآن. يقول الشاعر: وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر، وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر، فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر، ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر، ويا رب دار لم تخفني منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر، أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر. هو الموت، فاختر ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر، يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. نستكمل قراءة الأبيات أيها الأبناء. وقائم سيف فيهم اندق نصله، وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر، وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطو بالحسناء لم يغلها المهر، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. بعد قراءة هذه الأبيات أيها الأبناء، نقوم بتوضيح الهدف الأول، وسؤاله كالتالي: بين أثر مبادئ الشاعر في نفسه وسلوكه مستدلا على ذلك. أولا، بدا الشاعر مؤمنا بحقيقة الموت وحتميته. الدليل على ذلك: وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. أيضا، بدا الشاعر راضيا بقضاء الله وقدره، مسلما لمصيره.
الدليل على ذلك من الأبيات قول الشاعر: ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. الواضح أيها الأبناء أن الشاعر راض بقضاء الله وقدره وما حدث له من أسر. الهدف الثاني: استدل على تأثر لغة الشاعر بعاطفته. نذكر أولا عاطفة الشاعر، هي الفخر والاعتزاز. لغة الشاعر جاءت اللغة ترجمة لعاطفته، فاستخدم ألفاظا تظهر أثر العاطفة في هذه الأبيات، مثل جرار، نزال، البيض، القنا، دمائهم، جرار، الوغى، الصدر. إذن هذه الكلمات جاءت لتظهر عاطفة الشاعر التي هي الفخر والاعتزاز بنفسه وبقوته وبشجاعته. ننتقل إلى هدف آخر، والمطلوب هنا أيها الأبناء بعد قراءة الأبيات قراءة صحيحة، انثر الأبيات التالية بأسلوبك: ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر. هو الموت فاختر ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. المراد بنثر الأبيات هو شرح الأبيات وما فيها من معان وأهداف. الشاعر هنا يقر في أبياته برضائه الكامل بقضاء الله وقدره، فإذا نزل القدر فليس للإنسان مرد لذلك ولا مانع، فالموت لا بد واقع ولن يتأخر ساعة أو يتقدم، فيجب العمل لساعة الموت بما يخلد الذكرى ويبقى في الأذهان. نكون بذلك أيها الأبناء قد وصلنا إلى نهاية حصتنا. أشكركم على حسن المشاركة والمتابعة، وألتقي بكم على خير في حصة قادمة بإذن الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.